بين مولاي مصطفى العلوي ووقوف عند لحظة مؤثرة وفاعلة في تاريخ الفكر المغربي منذ خمسينيات القرن الماضي على جميع المستويات والامتدادات، بدءا بمهنة المصائب والمتاعب التي هي في آخر المطاف المهنة التي تجتمع فيها كل المهن وتلتقي فيها كل العلوم وكل الفنون، هكذا هي الصحافة، خاصة صحافة رجل اسمه مولاي مصطفى العلوي، وهو المؤرخ الذي حق له أن يحمل اسم مؤرخ ملوك التلات. أولا كنشكر الخزانة الوطنية على هذه المبادرة لتكريم الوالد ديالي المرحوم مولاي مصطفى العلوي اللي خدم الإعلام الوطني لمدة أكثر من 67 سنة. وكما كتشوفوا كاين هناك معرض وجدناه لمختلف الاصدارات ديالو، سواء من مجله المشاهد التي كانت اول مجله مصوره في المغرب سنه 56 الى يومنا هذا الاسبوع الصحفي الى يوم وفاته 2019. وهناك ايضا مجموعه من الجوائز ووسام العرش الذي وشحه المغفور له الحسن الثاني. مسار الفقيد الكبير مصطفى العلوي هو مسار الصحافة المغربية بصفة دقيقة جدا. الرجل عاش مسارا مهنيا متميزا جدا، بدأه بالكتابات الصحفية في كثير من الصحف العربية خصوصا المصرية منها، وانتقل بعد ذلك إلى تأسيس أول تجربة مغربية للصحافة المستقلة. وما ميز مسار الفقيد مصطفى العلوي هو ظاهرة العصامية التي تميز بها هذا الرجل. كان يغامر في تجارب صحفية كثيرة، وكان يتوفق دائماً في كل التجارب التي خاضها. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.